محمود الشامي، عايزين كلمة عزاء من حضرتك في عزاء الكابتن حمادة أمين. والله يعني في هذه اللحظة العصيبة لا نرجعون الله ما وجدنا في مسواتنا وخلفنا غير من هذه مصيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والعتق من النار والجنة، ونسأل لأسرة الرياضة المصرية الفقيد الغالي الخلق الحسن طيبة القلب المغفرة والرحمة، ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان، أسرة صغيرة كابتن حازم كابتن أشرف الدكتورة ماجي، ثم أسرة مجلس إدارة نادي الزمالك ومحبيه ومريدين، ثم الاتحاد المصري لكرة القدم كنائب لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم أسرته العاملة في القوات المسلحة، كل هذه البصمات وأجيال التي تربت تلمزت على ايدي الكابتن حماده امام نسال لهم الصبر والسلوان وله المغفره والعتق من النار ان شاء الله. شكرا جزيلا. موقف انسانيه للكابتن حماده امام حضرتك تكلمنا عنه. انا حقيقه عهدته، وانا كنت في لجنه شؤون اللاعبين وكان مشرف على اللجنه، وحضرت كتير جدا وهو في برامجه وفي لقاءاته، قمه الاخلاق، قمه دمسه الخلق، قمه الطيبه والسماحه، وانت شفت هتشوف هذه مظاهره الحب، شهاده الناس له زي ما قال الرسول عليه السلام لما مرت جنازه وقال وجبت يعني وجبت لها الجنه بشهاده الناس، ما تلاقي حد حضرتك من اللي قاعد هنا بيذكر الا الخير، ودي علامة طيبة جدا يذكره بالخير في مواقفه، سواء في قوات مسلحة، سواء في اتحاد الكورة، سواء في نادي الزمالك، سواء كلاعب، سواء كإداري، سواء كأب، ما بيتغيرش، هو ده إنسان اللي هو المخلص، إن هو صورة واحدة في البيت زي خارج البيت زي في العمل زي الشغل، وربنا يتقبله في الصالحين إن شاء الله.